السلام عليكم ورحمة الله. بغيت تعرفوا كيفاش تخلصوا من الصراصير أو صراخ الزيت، سواء كنتي ساكنة في شقة أو يعني في منزل لوحدك. غنشوفوا طرق مختلفة باش نتخلصوا منه. إذا هنا غنشوفوا إذا كان شنو الحل إذا كان كيدخل من باب الدار، أيضا بالنسبة للي كيخرج لهم من القوادس، وفي الأخر غنشوف واحد حيلة رهيبة باش ما تدخلش ليكم لا صراصير ولا حشرات من المجاري، وايضا ما تخنقش ليكم هاد المجاري. اذا بقاو معايا نشوفوا هاد الحيل. اذا عجبكم الفيديو، عجبتكم محتوى، عجبكم محتوى القناه، كنتمنى تشاركوا فيها، تخليوا لي تعليق وتشاركوها مع المعارف ديالكم، وما تنساوش بالطبع لايك للتحفيز. اذا هنا اذا كان سرق الزيت كيدخل من باب الدار، يعني خصكم تشوفوا الا كاين حداكم شي مجرى المياه حداكم، فهنا خصو يداو، خصكم داو الداوي قدام الدار. كاين هاد الغبره كتليق مزيان، اذا حاولوا انكم ترشوا هاد المبيد الحشري، ترشوه في باب الدار. اذا خصنا نمنعوا دخول الصراصير للدار، هذا هو اول حل. الا كان هذا الا كان عندك المنزل ديالك وحدك، ايضا من الشراجم يمكن ترشوا في الشراجم، ويمكن لنا ايضا نغلقوا تحت الابواب. راه كاين دابا واحد الشطيطيلات كيلصقوا في البيبان، كنغلقوا بهم المنافذ من الباب. بالنسبه الى كنتو في عماره سكنيه او في اقامه، هنا غناخذ نموذج الاقامه في مراكش، عندهم السنديك الله يعمر هدار. اذا اشنو اللي كيقول لنا؟ كيقول لك انكم شريو هاد الدواء، هذا هو اللي كينصح الناس يشريوه، يعني جميع الشقق كتشري هاد الدواء، وفي نفس الوقت كيكبوهم في القوادس ديالهم، في القوادس ديال الديور، وفي نفس الوقت كيعيط على يعني البلديه كيجيو يداويو القوادس اللي حدا الاقامه. يعني في نفس الوقت كيكون هاد يعني رش المبيد. علاش؟ باش الا جات البلديه رشات المبيد في القوادس يقدر يطلع الاقامه، فبالتالي خاصهم هما يجريو عليه من الاقامه، وكتكون النتيجه مبهره. هاد العمليه كيقوموا بها كل سنة، كل سنة في الصيف كيقوموا بهذه العملية. إذا إلا كنتوا في شقة في عمارة عندكم السانديك، خصكم تطلبوا من السانديك، وخصكم توحدوا بيناتكم نتوما كسكان باش تحاربوا هاد الصراصير، لأنها كتدخل من دار لدار. أيضا إلا عندكم شي شقوق خصكم تغطيهم بالسيما باش ما كيخرج من الشقوق. هنا مثلا إلا عندكم في الدار ولا بغيتوا تسافروا، راه هادي داير فيديو تاع السفر، ترشوا مورا السدادر باش ما يدخلش لكم الحشرات. هنا كاين هاد الماده اللي هي ماشي سامه اللي على الدراري الصغار، وحتى هنا يعني ماشي سامه ومزيانه، كنخلطوها مع الياغورت. اذا هي عباره عن واحد الغبره ثمنها رخيص، كنظن جوج ولا 3 دراهم او 5 دراهم، كنخلطوه مع الياغورت مزيان، وهو راه فيه كي البسكوي مطحون، واحد الماده سامه بالنسبه للصراصير. اذا هذاك البسكوي اللي دايرين ولا ما الخاله غير باش تجبدهم، لانه كيبغيو الماكله، ما خصناش نخليو الماكله. اذا ملي كنخلطوا هذا العجين كنمشيو لي بلاكار تحت السدادر. هنا غنوريك غير الكراج، هادي عندي الكراج، كيف هاد العجين شتي، كنمشي شي بلاصه فيها العود وكنديرها. انا ما عنديش مشكل الحمد لله ديال الصراصير. اذا اي دار بغيتو تدخلوا ليها جديده، بنيتوها شريتوها، اول شيء كنصحكم به هو ديروا هاد العجين هذا ودوزوه في الشقاق، يعني في اي بلاصه مخبيه تحت السدادر، فبالتالي ما عمركم تشوفوا سرقة الزيت. هذه عن تجربه، ما عمركم تشوفوا. الا عندكم مثلا القادوس في الكراج ولا في الجرده، حطوا عليه زليجه وحطوا عليه دابا هكا شي محبق، راه ما غتخرج منه حتى شي حاجه. دابا وصلت الوقت ديال الحيله اللي قلت لكم ديال مجاري المياه في داخل المنزل بالنسبه للدوش والحمام، باش ما يخرجش لكم منها اي حاجه وفي نفس الوقت ما تخنقش. اذا غناخذ هاد السداده هادي وغادي نغلفها بليبا، انتم عرفتوا ليبا هادو. اذا غادي نغلفها غادي بهذه الطريقه، شي ليبا كانت مستعمله، هاد الحيلة راه زينه استعملوها. وغادي نجمعها مزيان من تحت، نجبدها كما كتشوفوا، وغنحزمها، نحزمها باش تجي ديك العقده تجي في الوسط.
وغادي نقطع هذاك الطرف اللي بقى شاد. ودابا هاد السداده هي ولات واجده عندنا، غادي نغلق بها. اذا هنا هذه غتغلق بها، فبالتالي ما غتخرج حتى شي حشرات، ولكن في نفس الوقت ايضا راه كدوز معاك تسيقتي يعني واحد دواش او سياق، فبالتالي كتحبس حتى يعني الشعر او شي حاجه ما كيدخلش القابوس، وبالتالي كتمنع من اختناق المجاري. كنتمنى هذا الفيديو يكون راقكم، والى فيديو اخر باذن الله.